طرد مبكر شهدته مباراة العراق ضد الكويت في منتصف الدقيقة الثانية من عمر مباراة منتخب العراق ضد الكويت في تصفيات كأس العالم آسيا. طرد مدافع منتخب العراق ريبن سولاقا بعد العودة لتقنية الفار، الحكم الياباني يلغي البطاقة الصفراء ويشهر البطاقة الحمراء للاعب المنتخب العراقي ليلعب المنتخب العراقي بعشرة لاعبين من الدقيقة الثانية أمام منتخب الكويت. برأيك هل استحق ريبن سولاقا الطرد المباشر أم لا؟